شوفي نيلو عم تتصل. بتوقع يكونوا كلهم خايفين بعد ما شافوا الفيديو تبع ميت هودا، ولهيك لازم احكي معهم بلا ما اعمل قصة ويبلشوا يشكوا بتصرفاتي، ولازم حاكيهم بكل هدوء وبنفس الطريقة يلي بتحكي فيها نيلام معهم. ايه، وبعدين رح اخد ميت وروح. ليش هيك تأخرتي لرديتي يا روحي؟ من شوي اخذوني لحتى اعمل تحاليل، وكمان ما خلوني اخذ الموبايل. وقت رجعت على الغرفة وعرفت انك متصلي، رجعت اتصلت فيكي فورا. شفت بابا؟ نيلام المسكينة بالمشفى وكتير تعبانة، بابا اطلع عليها قديش الحمل عم يعذبها، ولا تنسى اللي بمثل وضعها ما بتقدر تمشي بشكل طبيعي، كيف بدك ياها تعمل هالشغلات اللي قلت عليها من شوي؟ خير؟ شو يلي صاير؟ ماما ليكي أكتر من حدا بالعيلة اتصل فيني اليوم ومبينين مو على بعضكم. طمنوني في أي شي؟ ميت منيح؟ في أي أخبار جديدة عنه؟ لا أبداً ما في شي يا قلبي، أنتي خلص هلأ ارتاحي وبعدين بنحكي بالقصة. بس أنا حاسة إنكم مخبيين شي علي، بترجعكم خبروني شو يلي عم يصير. لا بنتي خلص ما صاير شي، بس كنا عم نطمن عليكي مو أكتر من هيك. إيه؟ لا مرت عمي، بترجعكي خبريني إذا صاير أي شي، طمنيني على الأقل على ميت. يا بنتي صدقيني مو صاير شي، بس وقت إجت أمك حبينا نطمن عليكي مو أكتر من هيك. أنتي خلص ارتاحي هلأ يا بنتي وما تقلقي يا روحي، تمام؟ بترجعكي لا تهتمي. سلام. شو اقتنعت آخر شي راج؟ انت معقول لهلأ شايف انه ميت هودا بريئة؟ ليك اخي، بتعرف انا ما بكره لميت هودا، بس لازم نخبر الشرطة بكل شي صار معنا. بالاخر هذا شغلهم هنن، واللي بيهمنا يرجع ابننا وتنحل هالقصة.